living in the war zone to ease up my stress. New chain ringing like these on my neck. I'm living like a star, you will be on the best. ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد، وفيديو اليوم كالعادة غريب مريب. فيديو النهاردة لبسنا الجوانتيات، وطالما لبسنا الجوانتيات يبقى احنا عندنا حفلة طبخ النهاردة. حسنا النهاردة هنطبخ بانيه يا جدعان، لكن النهاردة هنعمل بانيه بأغرب النكهات اللي ممكن تشوفها. النهاردة هنطبخ البانيه بالشيتوس الحار نار، بالدوريتوس الحار نار برضو، وهنعمل بانيه بالشيبسي الحار نار. يعني النهاردة حلقتنا هتبقى حلقة مولعة، وعايزكم تتحمسوا بقى. ولو انت جعان اقفل الفيديو احسن لك، عشان النهاردة هنعمل اختراعات عظمة هتخليك هتموت من الجوع. فيلا بينا نبدأ دلوقتي حلقتنا في طبخ البانيه بأحر شيبسيهات في العالم، يلا بينا. طيب ودلوقتي هنبدأ نجهز المكونات بتاعتنا. اول حاجة محتاجينها بولة، وهنحتاج بيض، هنحتاج حوالي 3 بيضات، ونبدأ نكسرهم في هذه البولة. ادي اول بيضة، البيضة التانية، والبيضة التالتة. وكده جهزنا البيض، هنبدأ نقلب بقى البيض كده في بعضيه. كده جهزنا البيض وقلبناه وكل حاجة تمام. وهنحتاج دقيق، وهنحتاج طبعا البانيه بتاعنا. وزي ما انتم شايفين البانيه بتاعنا مقطعينه بالشكل الجميل ده. بصوا قطعة البانيه. هنبدأ بقى نطحن الشيبسيهات اللي معانا. بأول واحد الشيبسي الحار نار أو الكرانشي الحار نار. حطينا شوية همك وكده. بعد ما بدأنا نخلط الشيبس الحار نار اهوت، نبدأ بقى نحط الدوريتوس. ده كده شكل الدوريتوس. ونبدأ بقى آخر حاجة وهو الشيتوس الحار نار. أوه. وكده طحنا الشيتوس الحار نار، يبقى احنا كده طحنا الدوريتوس والشيتوس والشيبس الكرانش، تمام؟ هنبدا بقى نجيب البيض، ونجيب الدقيق، والبانيه. هناخد بقى قطعه البانيه، قطعه البانيه زي ما انتم شايفين كده اهي، نحطها في الدقيق. زي ما انتم شايفين كده. كده في الدقيق، بعدين نحطها في البيض. كده طلعناها من البيض اهو. نبدا بقى مثلا نحطها في الدوريتوس الاول. نبدا بالدوريتوس. نحاول بقى نخلي كده ايه الخلطه تلزق فيها. زي ما انتم شايفين كده اول قطعه بانيه بالدوريتوس، شكلها يا جدعان ايه خرافي. كده نركنها بقى اهي خلاص كده، دي كده اول قطعه. نعمل بقى قطعه ثانيه مثلا للشيبسي، ودي بقى ثاني قطعه معانا اهيت. نبدا برضو نعمل نحطها في الدقيق زي ما انتم شايفين كده، وبعدين نحطها في البيض، ونطلعها من البيض نحطها في الشيتوس، شيتوس حار نار. ودي كده قطعه البانيه بعد ما عملناها في الشيتوس، وادي دي الدوريتوس. شوفوا بقى الفرق يا جدعان، فرق شكل ولون. نحط اخر حاجه بقى معانا وهو الشيبسي الحار نار. بعد ما عملنا البيض نبدا ننزل في الشيبس الحار نار. ودي بقى قطعه الشيبسي الحار نار، شايفين اكبر قطعه فيهم. خلصنا قلي البانيه، وتعالوا بقى اوريكم شكل كل طعم عامل ازاي. تعالوا نشوف اول طعم معانا، ده بقى شكل الشيبس الحار نار. بصوا قطعه البانيه بقت عامله ازاي يا جدعان. شايفين يا جدعان الشكل، شكله خرافي. ونيجي بقى لتاني طعم معانا وهو الشيتوس الحار نار. بصوا يا جدعان، شايفين يا جدعان الشكل عامل ازاي. يا سلام يا سلام على الشكل، والريحه جامده جدا. ونيجي بقى للطعم الثالث وهو الدوريتوس الحار نار اللي انا متحمس له بقى. بصوا يا جدعان شكله بقى عامل ازاي. شايفين يا جدعان الشكل،
يا لهوي على الشكل والريحه يا جدعان، اتمنى الطعم يكون حاجه تانية، اكيد هيبقى حاجه تانية. وبعد بقى ما شفنا الثلاث نكهات والثلاث اطعمه، جبنا برضو واحده بقى دي حار نار برضو، دوت صوص حار نار يا جدعان. فنبدا بالشيتوس الحار نار. بسم الله. اوه الطعم يا جدعان، الطعم الجامد ده، ده من احسن الفيديوهات اللي عملتها لحد دلوقتي. طعم الشيتوس مع البانيه مدي طعم جامد جدا جدا. نخش بقى في النكهه الثانيه. تاني حاجه معانا بقى العملاق ده، دوت بقى الشيبسي حار نار. يا سلام، بصوا يا جدعان قطعه البانيه تحفه فنيه، تحفه فنيه. بصوا يا جدعان الطعم الجامد ده يا جدعان. عايز اقول لكم اللي انا حبيته اكتر لحد دلوقتي هو الشيبس الحار نار، طعمه احسن من الشيتوس كمان، بس الاثنين طبعا طعمهم حلو، بس كاحسن الشيبس الحار نار. تعالى بقى ندوق الدوريتس الحار نار اللي انا اصلا متحمس له، يلا بينا تعالى ندوق حته بقى بالصوص كده بقى يا جدعان. عايز اقول لكم ان الثلاث اطعمه جامدين جدا جامدين جدا يا جدعان، لكن احسن طعم عجبني الصراحه هو الشيبس الحار نار. وطعمين برضو الدوريتوس والشيتوس حلو يعني، بس لو انت حبيت تجرب طعم واحد بس، جرب طعم الشيبس الحار نار او الكرانش الحار نار، ده طعمه جامد جدا يا جدعان. ولو انت بقى عايز تجرب، جرب الثلاث اطعمه، طعمهم اجمد من بعضهم، حلوين الصراحه قوي يا جدعان. وبس كده يا جدعان، ده كان فيديو بسيط جدا بنحب نجوعكم فيه شويه، وبنقول لكم شويه الاختراعات اللي احنا بنعملهم. فلو عجبك الاختراع ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب والكومنت والشير. وبس كده يا جدعان، نشوفكم في فيديو جديد. ومش عايز اقول لكم احمد ولا الكاميرا بيعمل ايه دلوقتي، بيسوت.